اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في باتشو مباشر الدين من مدينة الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحة جيدة وتكونوا على احسن ما يرام وفي احسن الاحوال يا رب. صباح النور من ألمانيا، تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. اليوم إن شاء الله تناقش موضوع مستوى النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة بالمغرب. ما رأيكم في مستوى النقل العمومي بها؟ أتمنى أن الأمور تمشي مزيان، الله يسهل أمركم كاملين. كيف الناس كيشوف لأن مستوى النقل باقي خصو بزاف ديال الحوايج، خاصة على مستوى حافلة السيارات الأسرة اللي كتشوفو هنايا الناس. كتصعد الحافلات جديدة، حافلات عمومية جديدة تجوب شوارع مدينة الدار البيضاء، كنوع من تخفيف على أزمة النقل اللي كتعيشها العاصمة الاقتصادية. كما كتشوفوا مستوى النقل باقي خصو بزاف ديال الامور اضافيه، خاصه ملي كنهضروا على العاصمه الاقتصاديه. مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم باش نقدر نتفاعل معها. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. توفيق اخويا، ما فهمتكش، ما عرفتش انا شنو بغيتي تقول. توفيق خالد ساحي مني كيقول خالد من ايطاليا، الله يعاونك، شكرا خويا خالد، الله يكبر بيك. ثانيا كما كتشوفوا اليوم موضوعنا النقاش هو مستوى النقل العمومي. مرحبا سيمو، مرحبا، صباح الخير، صباح الخير عبد الحكيم، تحية كبيرة لعبد الحكيم، روم ابراهيم، شنو عبد القادر، تحياتي ليك، أنور، نتمنى إن شاء الله أن أموركم تكون طيبة، وتكونوا على خير وبخير. فموضوعنا النقاش اليوم هو مستوى وسائل النقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، بل كنشوفوا أنه كافي لمدينة أكبر مدينة اللي هي مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم سيمو، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما كنشوف تبارك الله كيتابعونا بزاف الناس من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إلى أمكن أنكم تناقشوا معنا مستوى النقل عندكم باش كتشوفوه، إنه كنشوف على أنه خصو بزاف ديال الحوايج الإضافية، يعني بزاف ديال الاشياء، لانه مدينة الدار البيضاء مدينة كبيرة وكتعرف كثافة سكانية جد مرتفعة، فالشيء اللي كأكد على وجوب مستوى نقل اكبر من هذا.
اذا مثلا كرام كما شفتوا فتعدات الاراء واختلفت الاراء ما بين الناس كيشوفوا الان الحمد لله ولينا في مستوى مزيان، وكاين اللي كيشوف انه لازمنا بزاف ديال التطوير او التطور على مستوى وسائل النقل العموميه خاصه من مدينه الدار البيضاء واللي كتعتبر اكبر مدينه بمملكتنا المغربيه وهي العاصمه الاقتصاديه للمملكه. ان شاء الله السلامه والعافيه، الله يلطف بنا. شكرا لوفائكم وتتبعكم هذا اللايف، نتلاقى في الخير.